الطب يبدأ برواية القصص، يحكي المرضى القصص ليصفوا الأمراض، ويروي الأطباء القصص ليفهموه، ثم يروي العلم قصته الخاصة ليفسر الأمراض. سيدهارتا موكيرجي في إمبراطور المآسي سيرة للسرطان بترجمة أيهم أحمد. بانتهائي من الكتاب ده اعتبرته واحد من أهم الكتب اللي أنا قريتها، واعتبرته كمان من أكتر الكتب الرائدة والقيمة جدا في المجال دوت. كل من هو مهتم بسيرة هذا المرض، ماضيه وحاضره ومستقبله، فهو بالنسبة له الكتاب ده كبداية هيكون بداية موفقة جدا. مفيش حد فينا ما تأذاش من أثر السرطان، سواء عليه هو شخصيا أو على حد مقرب ليه. دايما هتلاقي حد يعرف حد يعرف حد كان عنده سرطان. مرض مؤذي جدا، أنا شخصيا عندي خصومة شخصية معاه، لأنه بسببه فقدت وبفقد أشخاص مهمين جدا في حياتي وأشخاص حبيتهم حقيقي. فالسرطان أعتقد أنه مفيش حد هيجي عند الكتاب دوت ويقول أنا لأ I can't relate والكتاب ده مش ليا. قليل قوي لما نلاقي كتاب نون فيكشن انت يقدر ان هو يورطك معاه شعوريا في انتصاراته وانكساراته، الابس اند داونز الكتيره اللي موجوده فيه. هي ده متعودين عليه اكتر في الروايات، متعودين عليه اكتر في اسلوب الكتابه الادبيه، لكن النون فيكشن او الكتب بتديني حقائق وبتديني معلومات بخرج منها من الكتاب وخلاص من غير ما اتورط شعوريا في الموضوع. كتاب كبير شوية، فيما يقارب حوالي 600 صفحة، من ترجمة أيهم أحمد. هي ترجمة نوعا ما كويسة، لأن أنا ما لقيتش صعوبات كتير وأنا بفهم. صحيح إن المصطلحات الإنجليش لما تبقى عربي بتبقى غريبة شوية في الطب، لكن المترجم والكاتب نفسه موصل الكتاب إنه يبقى بيفهم للجميع. في الأول إحنا محتاجين في الخطوة الأولى إن إحنا نعرف يعني إيه سرطان. لما نيجي نبص للتعريف هنلاقيه إن هو بيسباركس يور كيوريوسيتي، إنه الموضوع خلية في أي عضو من أعضاء جسمنا ابتدت الخلية دي انها تنقسم انقسامات متتالية غير خاضعة لأي سيطرة، out of control تماما، وتبتدي انها تنقسم الى ما لا نهاية، والخلية فتروح مبوظة العضو اللي هي فيه دوت بالانقسامات دي وبغزوها ليه، وعندها القدرة الخلية دي انها كمان تنتشر locally حواليها، او انها تروح distant metastasis، ان هي تروح بتنتشر لأعضاء تانية كتير عن طريق الدم او عن طريق الليمف، عن طرق كتير جدا، وتروح بقى تبوظ كمان في بقية الأعضاء التانية. فالحقيقة انه طب ايه اللي يخلي خلية، يعني جسمنا ده كله عبارة عن خلايا، ايه اللي يخلي الخلايا في لحظة يعني تروح متجهة للانقسام اللانهائي ده؟ لذلك علاج السرطان هو علاجه صعب ومعقد جدا، لانه انت بتتعامل مع جزء من جسمك هو اللي قرر ينقسم كده، ومعندكش قدرة كبيرة او ادوات كتير تمكنك من انت تقضي على الجزء اللي يتخرج عن السيطرة دوت من غير ما تأذي باقي الاجزاء. كأنه صراع، زي ما بيصور الكاتب، كأنه صراع على الوجود، صراع ما بين خلية سرطانية عمالة تتوسع وتنتشر عشان تضمن ليها بقائها على حساب الكائن الأصلي. السرطان قديم قدم الحياة على الأرض، بتوصف في مخطوطة لأم الحاطب الطبيب المصري من 4000 سنة وصف ليه للأمراض وعلاجتها. بنلاقي نوصل لغاية الحالة رقم 45، بنلاقي انه مكتوب ان الحالة دي وصف ليه كتلة صلبة في ثدي امرأة، حوافها غير منتظمة وآخذة في التوسع وما الى ذلك، ولكن ما يدي وصف ليه ورم في الثدي، ورم خبيث. بنلاقي قصاده مكتوب العلاج مفيش، there is none. التسمية باسم سرطان كانت من أبو كرات، لأنه كان شايف كتلة السرطان حواليها الأوعية الدموية المغذية ليها المتشعبة مدية شكل السرطان، سرطان البحر، فاتسمى على هذا الاسم. في الأول ما كانش فيه وسائل تشخيصية كفاية زي الأشعة مثلا، إن أنا أقدر أتابع بيها أشخص بيها وجود سرطان وأتابع تقدمه أو استجابته للعلاج. فكان اكتر نوع هو اللي يمكن قياسه واللي يمكن متابعته هو سرطان الدم اللوكيميا، عشان كده هلاقيه قتلة بحثا من زمان قوي. اطفال اللوكيميا كانوا بيكونوا في المستشفيات في حالات يرثى لها، وكانوا يعني الموضوع بالنسبه لهم محطات صعبه جدا ما قبل الموت وقبل وداع اهلهم، لغايه لما جه سيدني فاربر، ده طبيب امريكاني كان باثولوجيست، يعني طبيب باثولوجي اللي هو بيدرس الانسجه الميكروسكوب، شغله معملي بحت، وقرر ان هو يسيب الجزء المعملي دوت ويتجه للتجارب الاكلينيكيه والبحث الاكلينيكي. من قبله مع اكتشاف وسائل التعقيم والتخدير ازدهرت العصر الذهبي للجراحه، وكانت بيتم اجراء جراحات على مرضى السرطان بالغه الصعوبه والقسوه
لكن كان بغرض انه كان more is better، انه كل ما استأصلنا العضو كفاية كل ما يعني طهرنا البؤرة السرطانية دي من السرطان وكانت فرص الشفاء افضل. الجراحات راديكالية جدا، راديكال ماستكتومي، راديكال يعني تقريبا بيشفوا البني ادم، يعني لو كان سرطان في الثدي بيشيلوا الثدي، يشيلوا العضلات اللي تحت ويشيلوا الضلوع يعني فوق وتحت، بيعملوا اجراءات قاسية جدا عما يختلف هنا. وكان للعجب انه برضه يفضل اللغز الغريب انه يلاقوا سرطان ظهر في اماكن تانية بعيدة عن الاجزاء اللي تم استئصالها، بيهرب السرطان منهم لاماكن ما يقدرش يوصل لها مشرط الجراحين. في وقت قريب كان اكتشاف اشعة اكس، ده كان اكتشاف غير مجرى الطب في وسائل التشخيصية، ولكن كمان بتركيزات معينة بقى يستخدم كعلاج، ويقدر بقى ان هو يوصل للحتت اللي مقدرش المشرط ان هو يجيبها. لكن مع الوقت كان بيكتشفوا ليه اضرار كتير جدا، بيسبب العمى، بيسبب التهابات جامده جدا بالجلد، كانت مشاكل كتير قوي للعلاج الاشعاعي وقتها بصورته اللي كانت موجوده قبل كده. بس فكانت بتلامت its use، يعني ما كانتش ان هو بيتم استخدامه بشكل واسع زي ما كان فيه توحش في الجراحه في الوقت ده قبل ما قبل الكيموثيرابي. الحروب العالميه الاولى والثانيه كان بيتم استخدام غاز الخردل المحرم دوليا حاليا. الغاز دوت لقوا ملاحظة مهمة جدا في الجنود، انه الجنود اللي نجوا لقوا انه كريات الدم البيض عندهم نزل عددها بشكل مرعب بحاجة ما تفسرش غير تعرضهم لغاز الخردل. فساندي فاربر وزملائه من هذه الفكرة ومن الملاحظة دي لقوا ان هم بيحاولوا ان هم يدوروا على شيء ما يقتل الخلايا المتزايدة في التكاثر دي بسرعة جدا من غير ما يأذي الخلايا الأساسية اللي بتألف الإنسان وجسمه. الامر اشبه كأن عندي خصله من الخلايا السليمه وخصله من الخلايا السرطانيه متضفرين على بعض، فمن الصعب جدا اصابه احدهم من غير ما تصيب التاني. مع البحث وما طولش عليكم، لقى سيدني فاربر الماده، لقى ضالته في ماده الاميروبيوترين. الاميروبيوترين او الاميروبيوترين كل واحد وعالمه، كانت هي الماده مضاده الفوليت اللي هي بتستخدمها اللي بتحرم خلايا سرطانيه الاخرده في التكاثر بسرعه جدا من مواد مهمه جدا بالنسبه لها في الانقسام وهي الفوليت. فالخلايا اللي بتنمو بمعدل اسرع من العادي هتكون محتاجه كميه منه كبيره قوي، فانا لما احرمها منها فانا هي هتبتدي انها تكاثرها يقل وتموت. طبق العلاج ده لمده اسبوع على المرضى، وكان بيلاحظ انه انخفاض هائل في الخلايا السرطانيه وعوده الدم تقريبا للشكل النورمال الطبيعي بتاعه عادي جدا. فكانت طبعا يعني بريك ثرو، حاجه جديده جدا وحاجه جميله وامل في انه يتم شفاء مرضى اللوكيميا. لكن دوت ما استمرش لفتره طويله، وكان بعد شويه رجع تاني ظهور الخلايا السرطانيه في الدم. كان في احباط بعدها طبعا، انه كانت جوله كسبانه وبعدين جوله خسرانه وبعدين، لكن مش خسارة كاملة للحرب ولكن هي بداية ليها. في الفترة دي كانت الأفكار متناثرة، يعني أهو في فكرة علاج كيميائي، طيب كان في قبل كده فكرة علاج إشعاعي، لكن كل دوت ما يعني ما يتجاوزش أكتر من الجهود الفردية، جهود منظمة بشكل محدود. لكن لو أنت عايز تخوض حرب ضد السرطان الموضوع أكبر من كده شوية. الفكرة كانت الملهمة لحملات التمويل للسرطان كانت من حملة فيروس شلل الأطفال قضاء عليه، واللي كانت بيتم تمويل الأبحاث ليه، واللي توصلت في النهاية لإيجاد المصل الواقي منه نتيجة أنه تم تمويل وتم بحث علمي مستمر وممنهج فظهرت اللقاح. فكان بالنسبة لهم أنه يلا نعمل نفس الحاجة مع الكانسر، نجمع فلوس ونحشد علماء ونحشد يعني زخم اعلامي على موضوع السرطان، فبيتم بعد كده ان احنا نجمع فلوس يبقى عندنا علماء بيشتغلوا. العلماء ليهم معاملهم وسراير المرضى، لكن ما لهمش قوي في العلاقات العامه والحشد لهذه الحملات. فكانت الاسم مهم جدا من الاسامي سيره تاريخ السرطان هو ماري لاسكر، اللي كانت قائده لهذه الحملات. بعد ما توفرت الفلوس في عندي مهمه، حاجه مهمه جدا وهي الابروتش. طب انا ايه المدخل بالنسبه لي للتعامل مع مشكله معينه في الطب؟ ايه اللي يضمن لي ان انا ما كررش اخطائي، او ايه اللي يضمن لي ان النتائج اللي انا بطلع بيها دي نتائج موثوق فيها وما يكونش متاثره باي عوامل خارجيه موجوده تانية؟ هنا هيجتهد العلم ضالته في حاجه هي من اهم اسباب تطور الطب في السنين اللي فاتت، وهي اختراع الراندمايزد كنترولد ترايلز او التجارب العشوائيه المنضبطه. انه موضوع ببساطه جدا انه كل حاجه هنخضعها لتجربه،
التجربة دي هنجيب ناس ما نديهم الدواء وناس تانيين لا مش هنديهم الدواء، ونقارن ده بده ويكون الاختيارات يعني مظبوطة وليها حاجات معينة في الإحصاء وليها يكونوا متقاربين جدا أفراد المجموعة من السن من النوع من المراحل المرضية مع كل ده، عشان في الآخر أطلع بنتائج موثوق بيها أقدر أقيسها، أقدر أقيس تطور، أرسم كيرفات، أعمل إحصائيات، كل ده يحسسني أعرفني أنا فين واقفة فين وهتقدم لفين وبتراجع ولا بطلع لقدام. الشيء الإنساني المؤثر إن تطور الطب كله لم يكن يعني له وسيلة إلا من خلال هذه التجارب، فهو هيفضل أبد الدهر مدين لكل الأشخاص اللي كانوا جزء من التجربة وجزء من التطور. نرجع لكلامنا عن العلاج الكيميائي، هنلاقي إنه المحبط إنه بيدوا العلاج الكيميائي لكن بيستجيب مثلا ليها فترة، ثم يلاقوا خلايا سرطانية بتديفلوب ديفنس وإن هي يبقى عندها وسائل دفاعية تانية تخليها ما يأثرش فيها العلاج الكيميائي ده. فروع العلم كلها بتدي إلهام لبعض، يعني فكرة الأمراض المعدية كان في ساعتها السل بيتم مقاومته ازاي ببولي ثيرابي اللي هو هتدي 3-4 أدوية مع بعض 4-5 أدوية مع بعض عشان تحاول تقضي على البكتيريا كلها من قبل ما تديها فرصة ان هي تطور أسلحتها وتبني مقاومة ضد الأدوية دي. الفكرة نفسها اتنفذت في اللوكيميا وكان فامب فينكريستين أمينوبيوترين ميركابتوبيورين و بيردرزون، تم يعني استخدام فامب ده بولي ثيرابي بدوزز ان هي نحاول احنا ما نقتلش العيان نفسه يعني نقتل الخلايا السرطانية بس، وفامب نجح ولازال بيستخدم ولتحقيق فترات اللي سماها الكتاب هجوع، هي يعني مرادفها في الانجليزي هو ريماشن، الفتره انه خلايا الدم ما يبقاش فيها خلايا سرطانيه. المشكله لحد هنا انه احنا في انواع سرطانات تانية ما بتستجيبش لنفس الابروتش، زائد انه احنا ما فهمناش لغايه دلوقتي هو ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيخلي خلايا يحصل لها الجنان دوت وتبتدي انها تنقسم الى ما لا نهايه. انت في حرب وما تقدرش ان انت تحارب بعدو وانت بكفاءه ومن غير ما تكون عارف هو ايه وايه اسلحته وايه اصله وايه سببه بالظبط. من غير ما اطول قوي، هو كانوا في 3 نظريات. النظريه اللي بتقول ان هي مواد كيميائيه زي مثلا المواد الموجوده في التدخين، المواد الموجوده في الاسبستوس، الهيدروكربونز او المواد البنزين، الحاجات دي كلها كان لقوا فيها بتزود الاصابه بالسرطانات. في سبب تاني كان برضو الفيروسات، هم شايفين في بعض انواع الفيروسات او انواع السرطانات اللي كان ليها صله بالفيروسات قبلها زي هيومن بابيلوما فيروس وزي بيركتس لومفوما، لكن بغض النظر عن كل الاسماء وكل النظريات دي، هو الفكره كلها انه كانت النظريات انه حاجه من الخارج، هو مواد احنا بنتعرض ليها او انه فيروسات اتعرضنا ليها برضو هي كانت السبب. لكن التفكير الثالث واللي كان هو هيظل يعني من اكتر الحاجات المهمه اللي تم اكتشافها انه الجينز، مع اكتشاف الجينات انه لا العدو جاي من الداخل وانه في جينات هي مسرطنة اسمها الجينات الانكوجينز، يعني انا مش متأكدة انا بترجمها صح، البروتو انكوجينز والانكوجينز، انه جزء ما في جسمنا لسبب غير معروف و not fully understood انه يبتدي ان هو ينقسم باشارة ما من الجينات دي، ينقسم انقسامات متتالية لغير خاضعة لأي سيطرة. تستمر وتستمر التجارب بانتصارات وانكسارات و بحرب بنعرف في الاخر ان احنا فيها على عدم يقين، وانه اللي نعرفه اقل بكتير قوي من اللي ما نعرفوش. من قبل 20 سنه واكتر شويه كان في سيده اسمها باربرا برادفيلد كانت اكتشفت اصابتها او اعاده اصابتها بالسرطان ووجود اجزاء منه منتشره في الرئه في حوالي 16 ورم في الرئه. بالمعطيات دي والحسابات دي هي قدامها حوالي من 3-4 شهور ان هي تعيش في الدنيا دي، لكن للمفاجأة ومعجزة هي عايشة معانا لغاية دلوقتي سنة 2020. الشيء المثير دوت حصل لما تم اكتشاف الأنكوجين هير 2 في خلايا السرطان بتاعتها، واللي تم تصميم علاج ليها عبارة فكرته عن أجسام مضادة بيتم تصنيعها بالهندسة الوراثية وهدفها انها تارجت الخلايا السرطانية اللي على سطحها هير 2 ريسبتورز. بتنفذ التجربة وزي ما بنشوف انها بتنجح وتفلت من الموت المرة دي وتعيش معانا لغاية دلوقتي. عشان يخش استخدام الانتي بوديز او الاجسام المضادة كاستراتيجية واعدة جدا في علاج السرطان. Let's hope يعني. وجود باربرا عايشة لغاية دلوقتي يدينا امل كبير، لكن هو امل مراوغ، لانه قصاد كل ما يعني مرحلة كسبناها في مراحل تانية خسرناها كتير في الحرب مع السرطان واحبة كتير خسرناهم.
الحقيقة انه يعني على قد ما معرفتنا اتطورت بالسرطان، على قد ما هو لسه عدو مراوغ، ومتابعته زي ما تكون متابعة هدف متحرك طول الوقت، هو سابقنا بخطوة شوية، واحنا اذا بطلنا بحث هنتأخر عنه كتير. احنا محتاجين احنا نستمر في البحث عشان حتى نحافظ على وجود الخطوة اللي هو سابقها دي، على حسب ما بيعبر سيدهارتا موكيرجي. اللي ملوش تقل على قراية كتاب طويل زي دوت، وممكن شايف مستصعب فكرة ان هو علمي او ممكن يكون هو حاجة جافة، انا بنفي دوت. لكن اللي ملوش تقل ممكن يشوف، بيحب حاجة فيجوال اكتر، ممكن يشوف سلسلة الدوكيومنتري المعمولة عليه اللي هو برضو Cancer The Emperor of All Maladies. هو برضو دوكيومنتري طويل 6 ساعات، حلقات يعني 6 حلقات ب6 ساعات، بس ممتع جدا وفيجوالي انترستينج يعني، فحاجة مسلية. وانا بصراحة اتبسطت ب600 صفحة و6 ساعات اللي قضيتهم مع الكتاب دوت. ده كان كتاب 2010، واتمنى ان انا ما اكون العرض المختزل دوت الى حد كبير ما كانش يلخبط، والى حد كبير يكون مثير لاهتمامكم. بكرة ان شاء الله في كتاب 2011، واذا يا رب الابلود والمونتاج ما خذلونيش، هينزل فيديو عشان نسأل فيه سؤال مهم جدا، هو احنا ليه مشكلة الفقر ما بتتحلش؟ ليه بقالنا سنين طويلة بنجمع فيه، العالم كله بيجمع فيه معونات وفيه مساعدات داخلية وخارجية، ولكن مشكلة الفقر لم يتم القضاء عليها بعد. أتمنى إن شاء الله كتاب النهاردة والكتب اللي جاية كلهم يلاقوا عجبكم.